السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة أويز. إذا لم تكن بعد من المشتركين فرجاء اشترك في القناة. من الجاني؟ حسنا، لنبحث عن الأدلة لنعرف من قتل هذا الشخص. حسنا، لدينا أرجل البستاني ملطخة بالطين، دليل على أنه كان في الحديقة. حسنا، القبعة تعني أن هذه المرأة كانت خارج البيت ودخلت لتوها. أما خيوط العنكبوت فدليل ضد الخادمة لأنها لم تكن تقوم بعملها وقت الجريمة. إذن الجواب هو سي. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.